انا بالنسبه لي شخصيا كنت بحب الرياضيات، بحب الفيزياء وبحب الكيمياء، وما افتكر في مجال بيدمج الثلاثه حالات دي مع بعض زي الهندسه الكيميائيه. ناس الهندسة البترول اللي هم اللي بيستكشفوا الغاز ده وبينتجوه وكذا، كيف نقدر نتعاون في مشروعات كبيرة؟ مجال الهندسه الكيميائيه طبعا مجال very very flexible، يعني عنده تطبيقات كثيره في مجالات اخرى. اي حاجه فيها انتاج حق مواد مجال الهندسه الكيميائيه يخش فيها. وده واحدة من التجارب اللي أنا سعيد بها جدا في إنه إحنا نجحنا في إنه نحول قطر لأنها تبقى مركز في العالم. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى، أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا. عندي صديق الأسرة، صديق الوالد بالتحديد اسمه علي سلطان، هو برضه بروفيسور هنا في قطر فاونديشن، بيشتغل بس في كورنيل اللي هي جامعة حق الطب. فعلي سلطان هو صديق دكتور نمر. فعلي سلطان كان زائر السودان وجا البيت عشان مع الوالد، فقاعدين نتناقش وبحكي له يعني هو المشكلة انه الدكتوراه قدمته ما قدمته وما قدرت امشي بسبب المشكلة دي. فقام قال لي دكتور نمر ده شغال في مجال قريب جدا من مجالك وقاعد في قطر، فقدم الدكتوراه معه يعني يكون فرصه مكعبه. فقمت رسلت دكتور نمر اداني الايميل، رسلت له السي في حقي والريزومي وايفرثينج، ويعني هو از امبرس بيها وكان مبسوط بيها جدا. فقال لي يعني طوالي تعال قدم ما عندك مشكله. فالوتره دي كنت اتذكر هو كان اكشلي، هو دكتور نمر طبعا نشيط دايما بيحب يشتغل حتى خارج شغله الاكاديمي، بيحب يعني تو انجيج يعني في حياته أخرى. فكان جاي يزور السودان تبع وفد من الجامعات الجاية، كان في الوقت ده كنت تربية التعليم بتحاول تعمل حياة مع السودان، فكان جاء تبع وفد من الجامعات الأمريكية عشان يشجعوا الناس برضو من السودان يمشوا يجروا برا. فلاقيته بسيط في تبع فترة الزيارة دي وتناقشنا، وقال لي خلاص انت قدم تعال قطر اشتغل معايا حتى لحد ما تبدا الدكتوراه رسميا، لانه كان لسه موسم القبول ما بدا. قال لي تعال اشتغل معايا كباحث لحد ان تبدا الدكتوراه. The point here is that we wanted to monitor the mass gain during the reaction. At the same time, we wanted to monitor the evolving gas from the reaction. When we tested the material, we found high purity multi-walled chiral nanotube. تجربة بتاعت يعني قطر ناشونال ريسيرش فوند اللي هي يعني واحدة من المميزات اللي عملتها قطر فاونديشن اللي هي لدعم البحوث. والبحوث اللي هي بتخليك بتديك فرصة للتعاون مع أكبر جامعات العالم وأكبر مراكز البحوث ومع الصناعة، وأنا استفدت جدا من الفرصة دي الحمد لله رب العالمين، كنت موفق فيها. وطبعا نفعتني جدا إنه أنا جاي يعني الخبرة بتاعتي في مجال الصناعة، وفي مجال الصناعة في Research and Development اللي هو في مجال البحوث والتطوير في الصناعة، فدخل لاني إنه حتى لما أنا جيت في الأكاديمية أو في مجال التدريس في الجامعات ما فقدت الصلة في مجال البحوث بشغلي في الصناعة، وده هيأ لي الحمد لله رب العالمين في أن يكون عندي نجاحات في التعاون مع الصناعة. والتعاون دي بيفتح لك أبواب كويسة، لأنه الصناعة وأنا كنت فيها عارف تماما أنه لما أنت تكتسب ثقتهم فبيبقى التعاون بتاعك تعاون مستمر، ما بكون تعاون قصير المدى. وبعد شوية بقت معاملي دي واحدة من الأساسيات بالنسبة لهم كإضافة في مجال يعني تطوير الكواليتي مانجمنت سيستم، قصة الجودة، وأيضا في مجال البحوث.
انا عارف دكتور نيمل هو تخصصه طبعا في موضوع الغاز الطبيعي، استخدام الغاز الطبيعي. من قبل ما انا يعني اخش الدكتوراه، يعني ممكن نقول في الزمن الريسيرش جروب حقه او الجروب حق البحث حقه، كان بيركز كتير في موضوع الغاز تو ليكويد تكنولوجي، انك كيف تشيل غاز طبيعي وتحوله لليكويد فيولز، يعني سائل زي الجاسولين والجيت فيولز وهكذا. لكن انا لما خشيت كان اهتمامي اكثر في ثاني اكسيد الكربون واستخدام ثاني اكسيد الكربون، وعبر الزمن الاهتمام حق الجروب برضو بقى اكثر في الغاز الطبيعي، لكن ما في الجي تي ال في انك كيف نقلل ثاني اكسيد الكربون البنتج عن معالجه الغاز الطبيعي. فده كان الاهتمام حقي في الدكتوراه. فبدأت الدكتوراه 2020 كنت في امريكا، قعدت سنة ونص عملت كل الكورسز واشتغلت في موضوع الغاز الطبيعي، لكن كان في الوقت ده كان تركيز في الواتر، وكان عندي اوريدي شغل في المعمل عن استخدام ثاني اكسيد الكربون، ان نشيل ثاني اكسيد الكربون ده نفعله مع الميثانول عشان ننتج مادة اخرى اسمها دايميثيل كربونات. وانا في امريكا لسه شغال كنت بفكر في انه احنا كيف مثلا نحسب ثاني اكسيد الكربون ده، نتاكد انه احنا صحيح قاعد نستخدمه ولا لا، والحاجة اللي بتنتج منه دي مفيدة ولا لا. وانا وبنتج في الماده الاخرى اللي هي دايميثيل كربونات دي، انا برضو بنتج في ثاني اكسيد الكربون معاها، لانه التفاعل بيحتاج طاقه، والطاقه دائما بتكلف بتنتج معاها ثاني اكسيد الكربون. فبيبقى السؤال انك انت كيف توزن بين ثاني اكسيد الكربون اللي بتستخدمه وثاني اكسيد الكربون اللي بتنتجه، الحاجه دي كيف ممكن توزنها عشان تتاكد انك انت فعليا ما قاعد تنتج ثاني اكسيد الكربون وتطلعه للجو، لانه لو قاعد تعمل كده ما في فايده. الفكره كلها انك نحاول نقلل الإميشنز حاجة ثاني اكسيد الكربون للجو. فدكتور نيمل عجبته الفكرة يعني وشجعني فيها ومشيت فيها. يعني كتبت يعني حاليا دي ورقتين مستنين يحصل لهم ريفيو، actually they're under review. one of them got يعني التعليقات كان جيدة وحسن بنحاول ننشر فيها، والورقة الثانية إن شاء الله طوالي قبل نهاية السنة حتكون نسلمها. اشتغلنا في بحوث تطويرية ضخمة جدا، واحدة من أميز البحوث التطويرية اللي اشتغلناها اللي هي كانت ودي في بداية فترتي في جامعة تكساس إن إم، والأسستة المعامل بتاعتي على أساسها كانت تجربة هي مدفوعة بقطر للطيران، إنه يعني قطر بنت واحدة من أكبر تكنولوجيا بتاعت تحويل الغاز إلى وقود وإلى كيميائيات مواد كيميائية بنسميها غاز ليكويد تكنولوجي، وده هو البلان بتاع هو المصفى بتاع شل مع قطر للبترول اسمه The Pearl GTL. أوكي، فThe Pearl GTL بلان دي واحدة من الأكبر في العالم، وكان بينتج وقود بتاع طيران، والوقود بتاع الطيران ده بالمناسبة بيشبه الموية، يعني البروبرتيز بتاعته مختلفة أو المواصفات بتاعته مختلفة من الوقود اللي بيطلع من البترول، لأنه ما فيه سلفر ولأنه ما فيه مواد عطرية بنسميها أروماتيكس، فبكون لونه زي لون الموية، انت ما تقدر تفرزه من الموية، حتى ما عنده ريحة. لكن المشكلة انه كيف انت الوقود دي تقدر انت تدخله في صناعة الطيران، والطيران دي صناعة حساسة، لو كان هو وقود بتاع سيارات عادي ما لو باظت السيارة انت حتوقف سيارتك، لكن الطيارة دي في الهواء يعني، فانت حتكون عندك مشكلة كبيرة جدا في انك كيف تقنع الناس بانه ياخذ الوقود دي هو نفس الوقود اللي انتم بتطلعوه من البترول. فكانت تجربة مميزة جدا لفريق البحث بتاعي، كانت أنا اتعاونت مع شركة شل اللي هي الأكبر في العالم واللي هي اللي بتملك The Pearl GTL Plant اللي هو المصفى دي، واتعاونت مع شركة روز رويس كان في المشروع دي، وروز رويس هي اللي بتعمل المكنة تحت الطائرة، واتعاوننا مع إيرباص وإيرباص هي اللي بتعمل الطيارة، وكان القصة دي كلها تحت رعاية القطرية، والقطرية هي الراعي اللي هو العامل البحوث دي كلها، وكانت مدعومة من قطر ساينس اند تكنولوجي بارك اللي هو واحد قطر للعلوم، وهي دي واحدة من أميز التعاون اللي حصل ما بين الأكاديمية والصناعة. وكان معانا جامعات تانية، جامعة شيفيلد في بريطانيا، ومعانا جامعة اسمها DLR في ألمانيا. فكان التعاون الكبير ده في انه كيف نحن نغنى على العالم بانه الوقود الطالع اللي بيشبه المويه ده ايضا ممكن يكون في الطياره، ودي كانت تجربه مميزه جدا بالمناسبه. وقدرنا في فتره بتاعت 3 سنين وزياده انه نثبت انه المواصفات بتاعت الوقود دي مطابقه، ولما نخلطها بالوقود بتاع الطياره، وكان يعني طورت فيها الجوده بتاعت المعمل بتاعي، بقى هو على حسب الستاندرد العالمي بتاع الشركات ده، غير كده دربتها
من الطلبة المميزين جدا اللي هم الآن بيجوا مدراء في الشركات دي بالمناسبة. أنا ما حأذكر أسمائهم عشان ما أحرجهم، لكن واحدين من الأفضل يعني هم كانوا طلبة، كانوا طلبة في المرحلة بتاعت الدراسة بتاعت سنة ثالثة أو رابعة هندسة، اشتغلوا في المجال البحثي ده، الآن هم من المدراء في الشركات الكبيرة دي لأنه أخذوا يعني كانت تجربة مميزة جدا. حاليا بقى شغلنا أكتر في موضوع أن نستخدم ثاني أكسيد الكربون. احتمال دكتور نمر ذاته يكون شرح عن واحدة من التقنيات أو التكنولوجيز اللي طورت في اللاب حقتنا اللي اسمها كارجين. الكارجين برضه هي بدأت فكرتها لما كان جزء من الغاز ليكويد تكنولوجي، انك بتشيل الميثين أو ميثان عشان تحوله لحاجة اسمها سينغاز اللي هو أكسيد الكربون وهيدروجين. فواحدة من الطرق ممكن تعمل بها الحاجة دي عن طريق استخدام ثاني أكسيد الكربون، تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع غاز الميثان عشان تنتج السينغاز. فعندنا بوست دوك حاليا في اللاب وهو برضو زميلي اسمه محمد صوفيان، هو اخترع فكرة معينة بتخليك تعمل الحاجة دي بأقل تكلفة للطاقة. فأنا لما شفتها برضو قلت دي ممكن تكون فرصة كويسة عشان نشوف انه أنا الصحيح قاعد استخدم ثاني أكسيد الكربون ولا قاعد انتجه. فاستخدمت الفكره اللي انا طورتها حقت انه كيف نحسب ثاني اكسيد الكربون وطبقتها على التكنولوجي، ولقينا انها اكشلي كويسه. يعني ممكن اكشلي التكنولوجيا بدل تطلع ثاني اكسيد الكربون تبدا تستخدم ثاني اكسيد الكربون. فالتركيز هسه حق الجروب مينلي في الحياه دي، انه احنا كيف نقلل ثاني اكسيد الكربون والتحديد في الغاز الطبيعي. فده ساعدنا بعد ذاك في انه كيف نبني كل بحوثنا مربوطه بالمجال التطبيقي ومجال تطوير الصناعه دي في قطر، وكيف ندي قطر ميزه تفضيليه على العالم ككل. في نفس الوقت نحن كولايه تكساس نحن من اغنى الولايات في امريكا في مجال الغاز الطبيعي. فالتميز بتاعنا ده خلى جامعه تكساس اي ان ام تعمل مركز بتاع بحوث متخصص لمجال الغاز الطبيعي والوقود. والمركز دي لأول مرة في تاريخ تكساس اي ان ام انه يكون القيادة تحت المركز من قطر ما من امريكا. احنا ما برانش كامبس، احنا فرع، احنا ما الاصل، لكن وعدوني الشرف بتاعي انه انا اكون المدير بتاع المركز دي الدايركتر اللي هم فاوندنج. والحاجة دي حصلت في 2015. في المركز ده دخل بحوث بملايين الدولارات لجامعة تكساس اي ان ام. كيف انه احنا ناس من تخصصات مختلفة من الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية، وناس شغالين في مجال الأمن الصناعي، في مجال السيفتي، وناس شغالين في مجال المواد الماتيريال، وكيف البترول، ناس الهندسة البترول اللي هم اللي بيستكشفوا الغاز ده وبينتجوه وكذا، كيف نقدر نتعاون في مشروعات كبيرة وكيف نعمل إضافة. ودي كانت واحدة من أكبر النقلات ساعدتني هنا إنه أطور الفريق بتاع البحث بتاعي اللي هو جزء منه موجودين في أمريكا اللي هم طلبة الدكتوراه، والجزء الأكبر موجود في قطر هنا، وكيف نستفيد من الإمكانيات بتاعت التعاون الحاصلة. وكان لي الشرف إنه أشتغل في المركز بتاع البحوث ده مع زميلي وصديقي العزيز بروفيسور محمود الحلوجي، لأنه هو أيضا هو المانجين دايركتر، هو المسؤول من الفرع بتاع أمريكا، وأنا الدايركتر اللي هم مسؤول من البروسيس كلها في أمريكا وفي قطر. فكانت تجربة مميزة جدا لنا في التعاون مع بعض في العملية بتاعت البحوث التطبيقية مع البحوث النظرية اللي هو بتحصل فيها العملية بتاعت السيميوليشن، في انك انت بتقدر تحسب كيف انه الصناعة تتطور وتتقدم. وده واحدة من التجارب اللي انا سعيد بها جدا في انه احنا نجحنا في انه نحول قطر لانها تبقى مركز في العالم لمجالات البحوث اللي هي عند علاقة بتحويلات الغاز الطبيعي لمواد منتجة كيميائية. Dry reforming technology is one of the most sought out CO2 conversion processes. In this reaction, CO2 and CH4, these are the two greenhouse gases, they react to form syngas. However, in this reaction, solid carbon is formed and it is a big challenge. It deactivates the catalyst. Also, it is highly endothermic in nature. And the syngas that is produced is not compatible with the downstream applications. So we were able to find a breakthrough technology by which we were able to address these challenges. البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاويا ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاويا البلد المعف منك اثنين والناس كلها مساوية لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بيك وانا شايفك من اجمل زاويه أجمل